بكل الفخر والاعتزاز يشرفني نيابة عن فضيلة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة النقد السيد مصطفى فارس بإلقاء كلمة سيادته الموجهة لفعالية هذه الندوة الكريمة وهذا نصها. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. اسمحوا لي أن أعبر لكم عن اعتزازي الكبير بدعوتكم الكريمة للمشاركة في أشغال الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء الوطني المتميز الذي اخترتم له موضوعاً مجتمعياً هاماً لأبعاد دستورية وحقوقية وثقافية كبيرة، ويطرح العديد من الإشكالات القانونية والقضائية والفقهية، ويطالبنا باعتماد رؤية مقاصدية قضاء الواقف والجالس. وهذا يمكن هو الذي يميز هذه الندوة بالإضافة إلى حضور لمكونات المجتمع المدني وفاعلين حقوقيين وإدانيين وكل المساعدي العدالة من عيون ومتقين. إذا بحيي من هذا المنبر كل الحضور، كل بصفته وكل بمرتبته. أنا في الحقيقة بعدما استمعت إلى المداخلتين للهرمين الأستاذ فخوري والأستاذ مرزوقي، سأغير اتجاه مداخلتي في اتجاه آخر، لأنهم سبقوني للحديث عن بعض التحديات والإكراهات المرتبطة بمجال الحماية القانونية أساساً، وفي بعضها بمجال الحماية القضائية للنساء. أظن أنه لابد من الرجوع إلى الأهداف الاستراتيجية الأساسية لهذه الندوة ولندوات أخرى ولهذه الصيرورة الإصلاحية في بلدنا الحبيب. وأيضاً لابد من التذكير بأن هذا السياق عنينا بالنادور السيد رئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بالنادور بصفته ممثلا للسيد رئيس السلطة القضائية، السيد وكيل عام لدى محكمة الاستئناف بالنادور بصفته نائبا عن السيد رئيس النيابة العامة، السيد رئيس الأول لدى محكمة الاستئناف، السيد وكيل عام لدى محكمة الاستئناف القسيمة، السادة المسؤولون القضائيون، السادة النخباء الأفاضل، أيها الحضور الكريم، كل بصفته واسمه والاحترام الواجب له، يسعدني وتلا من السادة النقباء، نقباء هيئة المحامين بالمغرب، أن نلبي دعوة كريمة نقيب هيئة المحامين بالنادور بحضور أشغال هذه الندوة، والتي استغلنا هذه الفرصة لنعقد اجتماعا لمكتب جمعية المحامين بالمغرب في ضيافة هذه الهيئة العديدة يوم أمس، وأشكره جزيل الشكر على كل الظروف التي أتاحها لنا لإنجاح أشغال المكتب، ونتمنى لأشغال هذه الندوة الكريمة كل النجاح والتوفيق. أيها السادة الحضور الكريم، أنتم تعلمون أن جمعية هيئة المحامين بالمغرب التي تأسست منذ 22 يونيو 1962 كانت من اهتماماتها البالغة والأساسية هي الاهتمام بحقوق الإنسان، وأعتقد بأن اختيار هذا العنوان لهذه الندوة في هذا اليوم وبدار هيئة المحامين بالناظور تم تنظيم ندوة علمية حقوقية قانونية تحت عنوان تعزيز حقوق المرأة دعامة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والرقي بواقع حقوق الإنسان بالمغرب. هذه الندوة
تم تنظيمها بشراكة مع المكتب الجهوي للودادية الحسنية بالناظور. هذه الندوة عرفت حضور دهامات في المادة القانونية الحقوقية الذين حضروا ولبوا الدعوة وأبانوا وأوضحوا في مداخلتهم معطيات جد مهمة في موضوع حقوق المرأة. حقوق المرأة من حيث المساواة بينها وبين الرجل كحق دستوري ووصولا إلى المناصفة أيضا كمسعى دستوري. الندوة عرفت إقبالا جد كبير، فالحضور كان متميز والمداخلات كانت جد مهمة، تم الاستفادة فيها بحيث استفدنا كثيرا من المقاربات التي طرحت في ذات الموضوع. حقيقة الكل متفق على أن المرأة يجب أن تحظى بحقوقها على قدم المساواة مع الرجل، ولا سيما فيما يتعلق بالأسرة، فالمرأة هي نصف المجتمع ودورها لا يقل عن دور الرجل، فهي محقة بالرعاية، محقة في عدم تعذيبها وفي عدم تمييزها، وبطبيعة الحال متى تحقق ذلك يمكن أن نقول بأننا فعلا نعيش في مجتمع تسود فيه المساواة بين الرجل والمرأة. تشرفت هيئة المحامين بالناظور هذا اليوم بتنظيم هذه الندوة الوطنية بشراكة مع الودادية الحسنية القضاة المكتب المحلي بالناظور، وذلك تزامنا مع الذكرى تخليد الذكرى 71 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في موضوع لا يقل أهمية، موضوع المرأة وعلاقتها بالتنمية المستديمة، علاقتها كذلك بموضوع الرقي بحقوق الإنسان، على أساس أن هذا الموضوع يرتبط ارتباطا وثيقا بالرقي بحقوق الإنسان. الأسماء المشاركة في هذا الندوة، حارصة الهيئة على أن تزاوج ما بين المشاركة الحقوقية والمشاركة الأكاديمية حتى تصبغ على هذا النشاط غنى متميز، وفعلا بوادر كلها تتحدث عن نجاح هذا الندوة، نجاح مبهر. نتمنى أن يشكل أو تشكل هذا النشاط عرفا نسير على هذه كل سنة بمناسبة التخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وفي الأخير لا بد أن أشكر وسائل الإعلام المحلية التي غطت هذا النشاط ووقفت على قدم وساق طيلة هذا اليوم على تغطية النشاط من كل جوانبه، وشكرا. كالنار في الحجر لا تظهر ولا يرى ضوءها حتى يقدحها قادح من الناس، وهذا ما سنقدم عليه اليوم في ندوتنا هذه. أيها السادة،
كثير من الزيجات عندما يقدمنا على طلب التطليق يتساءلنا لماذا يحرمنا من المتعة، وكثير منهن أيضا يرون أن عملهن المنزلي يزيد في الدخل وهو بذلك نشاط اقتصادي، وبالتالي فهن محقات في الثروة التي اكتسبت خلال قيام الرابطة الزوجية. وفي الحقيقة كان هذا الأسبوع هو أسبوع الاحتفاء بالمرأة. هذه السيدة أو هذه المرأة التي أؤكد على أنها الأم والأخت والزوجة والجدة والحفيدة، وما جاء في كلمة صباح هذا اليوم وما حباها الله من مواصفات عدة من الحنان والحب إلى آخره. خلال هذا الأسبوع الدائمة للسعودية هي ذات المناصبة إلى باقي مؤسسات الحكمة بهدف اختبار واقع المساواة أو واقع التمييز في بلادنا، واقترح قوانين بديلة وسياسات عموم جديدة تسمح للمرأة بالولوج لكافة المجالات، من بين أيضا المؤسسات الدستورية التي نص على الدستور الجديد المجلس التشاري للأسرة والطفولة، وهذه المؤسسة قد تساهم في ضمان فعلي لحماية حقوق المرأة وحقوق الأطفال. هذا من ناحية التفصيل. إن نسينا أو أخطأنا، صدق الله العظيم. السيد ممثل السلطة أو ممثل مجلس الأعداد والسلطة القضائية، السيد ممثل رئاسة النيابة العامة، السيد ممثل وزارة العدل، السيد رئيس جمعية هيئة المحامين بالمغرب، السيد ممثل المكتب الجهوي للودادية الحصرية للقضاة بالناظور، السيدة ممثلة منظمة نساء من أجل إفريقيا، السادة النقباء الأفاضل، السادة المسؤولين القضائيين. التعاونية بين 90 تعاونية سنة 1990 إلى 1213 تعاونية سنة 2011، تضم في عضويتها 25250 امرأة بمعدل 21 منخرطة في كل تعاونية وبمجموع رأس مال يتجاوز 6 مليار درهم. إذ بلغ عدد المستفيدات من البرنامج برسم سنة 2011 ما يفوق 187500 مستفيدة، وهو ما يمثل نسبة 69% من العدد الإجمالي المستفيدين. افتتاح هذه الندوة العلمية حول موضوع تعزيز حقوق المرأة التي هي الدعامة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والرقي بواقع حقوق الإنسان بالمغرب، فكما لا يخفى عليكم فإن النهوض بأوضاع المرأة والرقي بها